فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم رفع البصر في الصلاة إلى السماء لا سيما بعد رفعه من الركوع؟ نعم، ما حكم رفع البصر في الصلاة إلى السماء لا سيما بعد رفعه من حرام. الركوع حرام رفع البصر إلى السماء. توعد صلى الله عليه وسلم الذين يرفعون أبصارهم إلى السماء أنه ربما لا ترجع إليهم أبصارهم، ربما أن الله يخطفها، أن الله يخطفها ولا ترجع إليها، هذا وعيد. نعم.